الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بهنيك يا أخ فادي وهني الاتحاد على المؤتمر إن شاء الله، وأنا متابع معكم مراحل التأسيس لعمل هذا المؤتمر واللي خلال أكثر من سنة أو سنتين تقريبا، فهنيئا لنا بكم وهنيئا لكم بنا. وبأشكر أخونا الدكتور وليد والشيخ صلاح على كلمتهم. أنا بقول هنا أول كلمة أن اليتيم ليس سلعة، والأرملة ليست سلعة نستفيد منها في جلب الأموال للمؤسسات، لأنها أكثر مشروع تستطيع المؤسسات الحصول من خلال معاناتهم على دعم. فأرجو الجميع الموجودين والغير موجودين ألا يعتبروا اليتيم سلعة، أو مشروع اليتيم كما يقال عنه بالإنجليزية الكاش كاو بتاعت مؤسستنا. هذا مرفوض مرفوض مرفوض. ده نمرة واحد. كفاءة اليتيم التي أقرها الشيخ علي القرداغي في أول مؤتمر في 2016، قال أن الكفالة هي ما كفلها زكريا، بمعنى أن نعامل اليتيم ذكرا أو أنثى كابني وابنتي، أما هذه الأموال التي تجمع فهي ليست كفالة على الإطلاق. اليتيم يعامل كابنك إن كنت تريد أو إن كنت تريدي الكفالة، لأن المرأة التي تدخل وتتزاحم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في دخول الجنة هي كافلة اليتيم أو راعية اليتيم. ف 30 دولار و25 دولار هذا يجعلنا نهين أنفسنا بأن نجعل اليتيم كسلعة مرة أخرى. النقطة الثالثة اللي أنا هتكلم عليها، أنا ضد إقامة الملاجئ على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق، معنى أن اليتيم يعيش مع الأسرة الكبيرة له سواء كانت فتاة أو شاب يعني، ولكي لا يستطيع نستطيع أن نعزله عن المجتمع. وجود يتيم منتقى في داخل ملجأ هو عزل عن المجتمع مهما حاولنا، وده رأيي وقد لا توافقون معي فيه. أعقب على كلمة شيخنا الفاضل صلاح، الكلمة الإصلاح هي بناء إيجابي للإنسان، عملية بناء نفسي ومعنوي وبدني وفكري وتعليمي وثقافي ثم تمكيني. بناء الإصلاح بناء، فكما أفهمه أنا وكما علمنا شيخنا الكبير صلاح اللهم ارض عنه، نحن لا نحسن استعمال المعلومة كما قال أخونا وليد، عندنا معلومات كثيرة لكننا سيئي الاستعمال لهذه المعلومة، ولن نحسن استعمال المعلومة إلا إن جعلنا البحث والدراسة قاعدة أساسية في استعمال المعلومة، وليس الهرقطة ولا الهرطقة ولا مش عارف بيقولوا عليها إيه من الانفعالات الغير مجدية التي تجعل أعمالنا وكياناتنا في ذيل قائمة العالم أجمع والعياذ بالله. أنا كان عندي كلمتين كده أو يعني بعض الإحصائيات، مش عارف تقدر نشاء يا علي، إذا كنت أنا بتكلم عن البحث فأنا أتكلم على عدد البحوث التي أصدرت في العالم والدول المتقدمة فيها، فنجد أن الاتحاد الأوروبي الأول بعدد قرابة من 620,000 بحث، يليه الصين ب505، والصين ب528,000 بحث، يليه الولايات المتحدة الأمريكية ب422,000 بحث، والهند ب135,000 بحث، وألمانيا ب104,000 بحث، واليابان 98,000 بحث، وبريطانيا 97,000، روسيا 81,000، وإيطاليا 1,000. هذه هي الدول المتقدمة.
ما تقدمتش إلا بالعلم، بالعلم والبحث العلمي والدراسات، وتصرف على هذه البحوث المليارات من الدولارات. فلذلك نحن عندنا المعلومة لكن سيئين 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 في طريقة استعمال المعلومة التي جعلت من الصين تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا في هذا العام. ليه؟ لأن الصين عندها 525 ألف بحث، وأمريكا 422 ألف بحث. ونتكلم هم اتخذوا مثل هذه البحوث اللي هي ايه؟ لو احنا كمسلمين بنتكلم عن الاسلام، اول كلمه انزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا. اقرا يعني معلومه، يعني بحث، يعني ادراك، يعني استدراك، يعني فهم، يعني بناء مجتمعي مبني على الابحاث والدراسات. فهكذا اخذ الغرب منا كلمه اقرا ليكون هذه المنظومات البحثية التي على أساسها أقيمت حضارات قوية ودول قوية واقتصاد قوي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الأموال التي تصرف أو تصرفها هذه الدول على البحوث يعني غير عادية. أنا بس هذكر بعدها كده بسرعة. اليابان في 2017 صرفت 19 تريليون ين. سامعين يا شباب؟ إحنا عقليتنا المؤسسية أو الجمعية الجمعوية عندنا بتجعلنا لا نضع كلمة ريسيرش أو بحث على طاولة المشروع، عشان كده بنقول من مخمخ وكل مشروعنا بتطلع فنكوش في الآخر. ليه؟ لأن فلان قال كذا وكذا وكذا، لكن اتكلمنا إحنا عن إن إحنا عايزين نعمل بحث أو نعمل دراسة عن الأسعار، كفالة اليتيم أو التكليف أو المشاكل أو كل ما قال أخونا الدكتور وليد. خلاص ده مش هيجي ببلاش، ده هيجي لما المؤسسات تؤمن يقينا أن البحث قاعدة الإنتاج وقاعدة الإنجاز. نتكلم عن مشاكل، طيب هنحلها إزاي؟ وأنا عندي الداتا موجودة عندي. لو أنا بتكلم مع 370 شخص اللي موجودين معنا النهارده على الزوم، كل جمعيه من هذه الجمعيات عندها معلومات كالجبال، لكن لا نجعل من انفسنا او في ميزانياتنا القدره على تحويل هذه المعلومات وتحويل هذه الارقام الى اوراق والى اطروحات والى نظريات والى قوانين تستطيع أن تؤثر لرفاهية اليتيم والأرملة والمسكين إلى آخره. أنا قدامي قائمة طويلة جدا 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 من كمية الأموال اللي صرفتها الدول. يعني في سنة كام؟ في سنة 13 الولايات المتحدة الأمريكية صرفت 473 مليار دولار. الصين في سنة 15 409 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي 334 مليار دولار. اليابان 170 دولار في سنة 2014. ألمانيا 106 مليار دولار في 2014. كوريا الجنوبية اللي طلعت امبارح صرفت 91 مليار دولار في 2014. الهند سنة 2015 66 مليار دولار. فرنسا 58 مليار دولار في 2014. المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا 43 مليار دولار في 2014. روسيا 42 مليار دولار في 2014. كندا 25 مليار دولار في 2000 وفين كندا يا ابني؟ في 2014. البرازيل اللي احنا بنتكلم معاه باللاوندي 35 مليار دولار في 2012. إيطاليا 27 مليار دولار في 2014. تايوان الصغيرة دي 32 مليار دولار في 2014. أسبانيا 19 مليار دولار. نزلني كده على الدول العربية لو سمحت، دور بس دور. طلع لي أول دولة عربية عشان أفرح، عايز أفرح مش عارف أفرح. فرحوني أنتوا بقى، فرحني يا وليد ولا فرحني
يا شيخ صلاح، ولا فرحني يا فادي. فين انا شايف باكستان 2.4 من 10 مليار دولار 2013، السعوديه ايه الحمد لله 1.8 من 10 مليار دولار، اهي طلعت حاجه ايه. مصر 6.2 من 10 مليار، يعني ده ايه ده. سلوفينيا، المغرب 1.5 مليار دولار. الحمد لله ان في بعض الدول بدات تنفق. نرجع مره اخرى للمقارنه بين ما انفقته الدول العظمى وما تنفقه يعني امه، اقرا، امه المعرفه، امه المعرفه. فانا اتمنى من الجميع ان هو يقر مبدا أهمية. يقر مبدا البحث العلمي كجزء من كفاله اليتيم، كجزء من كفاله اليتيم، كجزء من كفاله اليتيم. وده مش مندوحه ومش سنه ومش حتى واجب، ده فرض، وفرض عين علينا على كل يتيم ينفق عليه مبلغ في البحث العلمي، والا هنفضل في ذيل الامم كما شفنا القائمه اللي انا كنت بعرضها عندي. واشكرك يا اخ فادي، واتمنى ان انا ما كنتش عديت العشر دقائق، لان انا بنفعل بعد الاخ صلاح الجرالة ووليد ما زغزغوني كده وزغزغ عواطفي ما قدرتش اسكت.